السلام عليكم اسبريس، كنشكروك اخويا، كنشكركم نتوما. لكن خويا واحد العصابه جاتنا من هنا، جات واحد العصابه من هنا، كنا حنا خدامين وكانت العائله، كانت القهوه عامره، كانت القهوه عامره. جاوا ديك العصابه والناس طلعوا الفوق، شي دخل للطواليت، وانا بقيت حاصل هنا واحد الدري، بقيت حاصل. جاوا في السيوفه ديالهم، كل واحد السيف ديالو قدو. كا صاحبي راه عصابه هما، راه ماشي مواطر كبار، ماشي واحد ولا جوج ولا، راه عصابه هما صاحبي، كل واحد على السيف. هادشي اللي كاين اخويا، هاد الناس تعداو علينا، ما عادش بغاو عندنا، ما واش ما بغاوناش نخدموا هنا، ما والله ما فهمت حاجه اخويا في هادشي. هادشي اللي كاين استاذ، هاد الناس راه تعداو علينا. ما كاينش اصابات، ولكن كاين واحد الدري اللي مضروب. كاين تعدو بزاف، كاين تعدو في هاد القنطة اخويا بزاف والله الا كاين. عندنا الحسابات، كنا خدامين في واحد المحل وخرجنا منه، كنا خدامين في واحد المحل وخرجنا منه، وهذاك السيد هو اللي كيهددنا، هو اللي كيسيفط، وديجا سيفطنا، عندنا الفيديو، عندنا كلشي ديال هذوك الشفاره اللي سيفط ديك السيمانه، عندنا الكاميرا شادهم كلشي، ماشي غير اليوم، عندنا الفيديو ديال السيد، وعندنا كلشي والدليل، عندنا كلشي عندنا، ماشي غير الكذوب. هادشي اللي كاين اخويا، هاد السيد هو اللي مشاركين مع العداوه، المحل اللي حدنا هو مشاركين مع العداوه، هو اللي كنا خدامين عنده، وكيسيفط لنا في العصابات دابا، كل مره كيسيفط لنا على ما عرفتش. بغى هاد السيد هذا، واش بغى هاد السيد نتشردوا، واش بغاناش نخدموا هنا، واش بغى نحيدوا من هنا؟ راه حشومه صاحبي، راه التعدو هذا. نتمنى الصوان، بغيت السلطه تاخذ لي حقي منه، هادشي اللي بغيت. شكرا اخويا، الله يحفظك. خمسه الناس اخويا، خمسه الناس، واحد اللي هود من واحد اللي هوش قصدني انا، باغي يخسرني. والتهديدات حنا ديما حنا في تهديدات يوميا، نهار على اخوه، حنا ديما في تهديدات، ماشي هاليوم، حنا ديما يعني ديما كيهدونا، ديما نهار على اخوه، نهار على اخوه. خاصك تحضي راسك، حنا بغينا، حنا ما خاصكش تخدم هنا، قال لك ما خاصكش تخدم هنا هاد السيد هذا، وهاد الناس هادو استدعوه، بغاو حقهم. يا اليوم اسيدي الا ما غتصوروا منه حتى حاجه، وخاصه انا كنت في تهديدات، هاد السيد جارنا. لا ما تعرضناش، هما خمسة د المطر دايزين، واحد اللي هود منهم جا من هنا وداير الكمامة وجبد السيف، وانا كنت لداخل وكيشير عليا بجنوية، وانا كنتهرب ليه، يعني ما فهمت حتى حاجة منين جا هادشي هذا. غير حنا حقنا في هاد البلاد، ما بغينا حتى حاجة، وهادشي مع جارنا، مع حتى شي واحد، انا مشارك العدوى مع هاد السيد هذا، وعندي عليه الشكاية الأولى الثانية الثالثة، ما شفنا حتى حاجة. قال لك اسيدي ما غاتصوروا مني حتى حاجة، بغينا حنا هاد السيد هذا، واش عليه المخزن ولا ما عليه حتى حاجه؟ بغينا حنا حقنا باللي بغينا، حنا ما بغينا حتى حاجه. هادشي اللي كان. تفضل خويا، بالنسبه للتلفون خويا الامن صراحه. شكون رجال الامن هما حضروا؟ الامن حضروا في الوقت المناسب. الامن حضروا في الوقت المناسب، وقت ما عيطنا لهم جوج دقائق، خمسه دقائق حضروا هنا، كنشكروا الامن وكنشكروا الحموشي. كنشكروا الامن، خمسه دقائق زعما ما كاينش الوقت اللي عيطنا لهم وقفوا، ولكن هما ضربوا وزادوا. ما وقفوش، كي يكون وقفوا يشدوا من الامن حضروا ديك الساعه، حضروا ما تعطلوش زعما، كتدخلوا في الدقيقه اللي عيطنا لهم حنا، جاو ماشي تعطلوا ولا ما كاينش الكذوب، راه ما نكذبوش، علاش نكذب؟ وقت ما عيطنا لهم ديك الساعه، فاش عيطنا لهم جاو بالزرفه. وكنشكروا الامن، كنشكروا الامن وكنشكروا الحموشي. هذه حاله شاذه يعني، اول مره تطرا عليك ماشي؟ شو صاحبي، انا راه ضربه في هذا القنت 20 عام وانا خدام في البطوله، ماشي غير اليوم، انا راه 20 عام انا خدام معاه، هو براسو خدام مع 14 عام خدام معاه، ما عمر المشكل وقع لي انا، ما عمر شي واحد في الذات ديالي جبد جنوي بحال هاد العصابات دوز هنا، تا دخلنا مع دخلنا مع هادشي ديال الشغل عاد ولا هاد المشكل هذا، ما عمر كان ما عمر المشكل وقع لينا انا. كنقول لك 20 عام اصاحبي، 20 عام وانا خدام في هاد القنت، ما عمر المشكل تراني جبد علينا جنوي ولا لا ما كانش هادشي، يلاه ولا هادشي، ويلاه ولا هادشي هاد السيمانه هاد العام دابا، من اما هادشي راه ما كانش اخويا. لا
هو الاتهامات اللي كنتي وتنعرفوك راجل يعني صراحه بعيد على كل بعد على شي ديال العصابه. كيفاش الاتهامات ليك اخويا شرف من حقك انك تضرب؟ خويا نتوما كتعرفوني مزيان ياك، انا انسان كنجي نجرب الحير ليش مع المشاكل. هاد الناس الله يهديهم هادشي داروا اللي كيقولوا فيه راه ماشي معقول، راه ما مزيان الله عز وجل ما مزيان اللعب ديالو، وانا راه غنتابعهم على اتهامات ما غنخليهاش، انا غنتابعهم قانونيا وقضائيا. وانا راه هادشي ما بغيتوش وما بغيتوش في المملكه كامله، حنا دوله الحق والقانون، هادشي ما خدامش لينا وهاد المشاكل ما خدامينش لينا، ولكن الاتهامات راه خطيره. الانسان ما عارفش كيقول فهمتيني ولا لا. انا في المحل ديالي خدام نهار كامل، كنجي مع 11 نهار خدام حتى لدابا. فاش وقع المشكل بانوا لي غير الناس زين كيجريو هازين السيوفه والغوات وكيتشيروا بالكيسان. انا بعيد كل بعد على المشاكل، وانا راه عندي الثقه في القضاء وفي رجال الامن اللي كيديروا الخدمه ديالهم ويعرفوا شكون ان شاء الله. شوف هادشي مشكل ديال البيع والشراء، الحسد، العقليه ديال الانسان تبدلات، ما بقاوش دوك الناس القدام اللي كيبيعوا ويشريوا. دابا الحسد لا، انت ما تبيع وشري انا نبيع ونشري، هادو هما اللي كاين، هادو هما المشاكل اللي كاينه. شوف هنا البطوار راه فيه بحال هكا، نهار كتخدم هنا نهار كتخدم ليه، بعد خدمه كتخدم ليه، راه معروف البطوار كيدير. هاد الخدام كيخدم عامين هنا كيخدم عامين ليه 3 سنين، الا كان عندهم هما شي حساب دماغهم انا راه ما عنديش اخويا. سمعتيني، انا اللي عندي مشكل مع شي واحد كنعرف فين كنمشي، راه المحاكم هي اللي كتكل بالمشاكل ماشي الحروبات. انا كنقول لك في دوله الحق والقانون. انا كنقول صاحب المحل العوض على الله عز وجل انسان يصبر، وكنقول ان عندنا الثقه في السلطات الامنيه والقضائيه اللي غادي الخدمه ديالها، وانا راه غنتابع الناس اللي اتهموني. خصني نعرف شكون، انا باقي ما عرفتش شكون اللي اتهمني، صاحب المحل ولا العمال. وبالنسبه لهاد الناس راه عندهم مشاكل كثيره، عندهم حسابات كثيره مع الناس، ما كندويش على صاحب المحل كندوي على العمال. كيضربوا الناس كيجريسيو الناس، مشاكل كثيره عندهم. وهم الناس راه يقولوا لك المشكل وقع عليهم البارح، اللي حاضرين لي عبد الرحيم هو يقول لك عبد الرحيم البارح. هاد الناس هادو جاو شي وحدين باينين من الصوابق، واحد فيهم تخاصم معاهم ضربوا، ملي ضربونا نتصداع شويه قال لي والله ما تبقى فيك صريح، قال لي والله ما تبقى فيك، وداهم فيكم الناس وداو الاخر مشى بحال سركم في الطوموبيل ومشاو. هادشي اللي وقع، هادشي اللي وقع اليوم ديال الهجوم. كيفاش كتشوفوا حنا خدامين تنسمعوا الجاج تهرس، سمعنا الجاج تهرس خرجنا بانونا ثلاثه غادي تجريوا هزين مواس كبار. هادشي اللي كاين.